عيطت لك. انا في واحد اون سيتوياسيون كي ان بو ديفيسيل. خير ان شاء الله عمو، خير. يعني انا دابا تقريبا البارح خدات القرار ديال لو ديفورس. ربي السلام على الزوجه ديالي. ملي كتقول قرار، يعني قرار غير شفوي ولا القرار القانوني؟ قرار شفوي. انها قالت لك بغات تطلق. فوالا اكزاكتوم. يعني مش هذه تقريبا حقيقه سنين وهي تتعاود، ولكن البارح حسيت بان كاين واحد القرار لا رجعه فيه. هذه الاولى. عندكم شي وليدات؟ عندنا وليدات. عندنا وليدات، هذاك هو المشكل، هذا هو لو فران اللي دابا اللي زاد، يعني معذبني. ان ولادي تقريبا في واحد المرحله اللي صعيبه بزاف، وما بقيتش عارف اش من باش غنفكر وباش بالقلب بالدماغ. الله. سي مارا شحال في عمرك؟ في عمري 44 عام. اي السيده شحال في عمرها؟ حتى هي تقريبا في نفس في كارونتين. يعني هذه شهرين دابا وانا تنفكر كاع لي سيناريو دوزتهم في دماغي، كلشي. يعني لا كريز دو لا كارونتين، كلشي دوزتو. سي اون ريفليكسيون كي اسي لونغ كي اسي بروفوند كي فاتيغونت على فان. الله. دونك اون فادير. الوغ بالنسبه لزوجتك، قلتي هذا الشيء قديم انها دائما كتطلب الطلاق وكتدوي على الطلاق. واش من العام الاول زواجكم ولا قبل زواجكم ولا امتى؟ لا استاذ، هذا حنا كاين 20 عام ديال الزواج دابا. تبارك الله. ولكن وقعوا دي زيفينمون اللي اثروا بزاف. علاش؟ اولا هذه تقريبا واحد ما بين 10 سنين 20 10 سنين ولا واحد لا ديفيرونس في لي بوست في الخدمه. خدات واحد الان بوست كي امبورطون. دابا انا تنهضر معاك وميم طون تندير اون اوتو كريتيك. يعني لا لا لا، مثلا نخبي والو. تفضل. هي خدات لو بوست دو ريسبونسابيليتي، ولات عندها تمارة بلوس، ولا عندها لا ريسبونسابيليتي بلوس. انتريومي هي مرا حادقه، يعني ماشي شي وحده اللي يعني كانت تلوح ساقها وتدخل الكوزينه. الله. من هذه لهذه. او ميم طون انا كان خصني نتكلف بوكو بلوس في الدراري. يعني بديت بشويه بشويه تنطلق خدمتي و يفو دير كو انا طلقت. فرطت. فاش فرطتي؟ فرطت في خدمتي. حتى لهادي واحد العامين خرجت من الخدمه كاريمون. الله. عاوتاني هي بقات غاديه في هذاك الامور، غاديه طالعه غاديه مزيان. يعني كنت في لوبليغاسيون انني نقابل ولادي. الدراري تحت فيهم في لادوليسونس بيل بوال جوج. يعني جوج كبار. ما بين لو ستريس انني نون برودكتيف، ما بين يعني التراكم ديال هذا. انا جي مالغياج، سديت على راسي، وليت مقلق مع ولادي، ما تعاملتش مزيان مع ولادي، ما تعاملتش، وليت جانتيغبريت بزاف الحوايج هكا بوحدي. دخلت في البول، الوغ لا بول الا اكسبلوزي. هذا هو فابيا. سيدي مراد، انت قطع التليفون، غادي نعطيك رايي في الراديو دابا. مرحبا. لا شكرا على وجهك. مرحبا. لا حول ولا لا حول ولا قوة. دابا ملي كتشوف كتسمع مراد كيتكلم على ولادو وعلى بيتو وعلى زوجتو، كتسمع الحزن اللي كاين في نفسيته، في قلبه،
بانه مثلا مرته فارق معاه وتشتتش من ديال عائلته، كتحس بواحد الحزن. الحزن دابا ملي كنحطوا ميزان الحكمه قدامنا وكنبداو بالحق، الحق والحقيقه، العدل والعداله، فهم العلم والعمل والمعامله. دابا الوضعيه اللي عند مرته راه حقيقه، غتلقى المرأة تخنقات، غتلقى المرأة تزيرات، غتلقى كذا، غتلقى شنو. خصهم يخافش مطلق، خصهم يخافش مطلق، وننصحو مخصوش يتعسل، مخصوش يبان. شتي كاين بعض النساء اللي كيحقروا الراجل اللي غيبكي ولا اللي غيتأثر، ما تيبغيوش. قالوا طايطاي راه العيالات، راه كاين واحد النوع اللي ما تبغيش راجل اللي يكون متأثر ومفرتت وغيبدا يبكي. حنا شتي حنا ماشي بحال دوك ديال المسلسلات، داك المهند اللي غادي يدير عينو حمرين وداك الشيء يعاود راسو. حنا القلب يحزن والحزام، حزام كيحزم، جوج حزمات، ثلاث الحزمات حزم، وقلبك راه فيه الحزن ايه وحزم. ما تأديها، ما تفرتت حداها، ما تأديهاش، ما تعايرهاش، ما تسبهاش، ما تجعرهاش، ما والو، وما تفرتش حداها. ما ديرش المعسول، ما ديرش حبيبة وحياتنا ولادنا، جمع بلا قسوة وبلا أدى. ما يأديش، ما يكونش قاسي، هي اللي غديرها. يا راه المرأة المغربية راه ذكية، لك عينها ديما بابا عجينة كيتعجن وحنين وكبيدة وفيها الرومانسية وهذا، ما ننقض كيفاش؟ ترى حنا كنبغيو باريزيان مقرمل، ما نبغيوش باريزيان لاوي. الخبز اللي يعطيك باريزيان لاوي تشريه، كي لاوي يديرها مشركرة تقول له كاين شي باريزيان سخون. كيفاش كاين باريزيان سخون؟ شتي كيوقف قلضم فرست، كيتقرمل فيه، كيتقرمش، كتخيل اش غدير فيه من ساندويتش واش غتقرملو، كتخيل راه هكاك الراجل سيبقى ديما مقرمل واقف، ما يتعجنش، ما يتفرتتش، ما يبينش الحزن ديالو، ما يبينش الألم ديالو. إيه قالت لك مرتك شتي وصلتي له، قول لها هي عندي نصيب، غلط فادي، غلط فادي، غلط فادي. أنا ماشي ملك، أنا ماشي نبي معصوم الخطأ، غلط هي، أغلط أنه انتظرت شي حوايج اللي ربما ما خصهمش ننتظرهم، كذا وكذا. إيه دابا لا نراه الإشارة، بغيتي شي أمور تصلح، حطو يد في يد، كملو، بغيت تحسكي، حسكي على لا، راه غادي يبقاو ولادي ونشوفهم، ماشي مشكل. كاع مشات للطلاق، وإن شاء الله ما يكونش، كاع مشات له، كاع مشات، ومن بعد، ومن بعد، بيجي يبان لي ما باغيش، ما باغيش، ولكن مشات له السيد. خذي وقتها لا فكري، خذي وقت مع حويجاتو، خذي الدار، خلي ديك الفراغ، الفراغ راه كيهضر، خلي الفراغ، دوز حويجاتو، وبقى الآداب، ديك الساعة راه كتعبرو هي، خصو يبقى الآداب، إذا ما كانش الآداب يرجعو، ولا كان الآداب يبقى، النفقة وخا بفلوسها، وخا كتربح مزيان، من رزقه هو يصيفط واحد النفقة لولادو، يصيفط واحد البركة الفلوس، يقول هادي لوليد الحوايج هادي كذا وكذا. ما تقولش راه كتربح راه كافيه ولادها، ما ديرش هاد الحساب. حنا كنبانو في حقيقتنا كرجال، ما شغلناش في اش غايقول له صاحبو في قهوه، ولا ما شغلناش، حنا رجال، هذا هو الميثاق ديال الرجال. ولكن مازال ما خدام خصو يرجع يخدم فينا. لا خصو يخدم، راه حيت غطيح من عينها، وفاش غتكبر في عينها كتحبها ومغروم فيها وما خدامش، غتشوفك، غتشوفك واه خبارك. الاسد ملي كيبغي يغازل اللبوء الاول مره يخصو يصيد ليها شي 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 حاجه يجيبها ليها، هو اللي هي من بعد غتصيد له راه هي. ولكن النهار الاول ملي كيغازلها يبان ليها في الغابه وكيجي وكيبقى يبان حداها زعما مانيتها راه باغيك، راه ما غدير معاه والو ديك الساعه،
كتشوف فيه كتلعب هي وياه وكتبعد منه. هما عندهم واحد الطقوس هائله، خصو يدير المهر، خصو يمشي يصيد، يصيد شي غزاله في الليل. هما كيصيدوا في الليل وما يقدرش يشد في النهار، كيهربوا له اللي كيشدهم في الليل، كيصيد شي غزاله وكيتم جايبها ويحط عليها. ويلي تشوفي النشاط هذه البؤه، يا فرحي يا سعدي، هو فحلها وفحلها وفحل، كتعشى كتقول راه ندير العرس. اما الشيء اللي ما جابش ليها المهر ما صيد لها والو، والله الا قرب ليها ولا قرب ليها تعضوا وتكرفصوا وتهربوا وتزيد فحلها. اذا شتي راه ميزان هذا، حنا مسلمين عندنا هذا الميزان، الله يخليه فينا ونبقاو في صباغتنا. راجل راجل، مراه مراه، تكون عندها فلوس بوها لاباس عليه، خلي لها ورد كل شيء، كتبغي المراه الحره، كتبغي الراجل عنده الكفاف والعفاف، عنده العفه، عنده العفه، عنده النفس كيف تقول الجزائري، عنده هنا النعف. تحياتي لخوتي الجزائريين، والله يدير لكم خرج من الضيق يا ربي. الحمد لله راكم رجالكم غاديين بخير، نساء حرين. خوتنا الجزائريين درتوا عمل ديال 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 الوعوريه، الله يوفقكم، احنا معكم في الدعاء، الله ييسر لكم. ما كاين لا فوضى ولا همجيه ولا تغيير. هما المغاربه مغاربيين، وما هادو ثقافه، الذوق، الهمه العاليه، صافي ملي بغاو ندو شغل ناضو قالوا حبس، بارك عنا من البساله، بارك من التخربيق. الله يوفقكم، الله ييسر لكم، الله يدير لكم من هذا الضيق مخرج ان شاء الله قريب يا ربي فرج. فهنا خصو يبهرها بواحد الراجل جديد، يعود يفيق الفجر، يخرج يمشي يسافر، يتحرك، يدير رياضه، يلعب، يعيش. راه 20 عام راه ما غتحيلهاش من الذاكره ديالها هكاك. دابا مسكينه غير الخبطات، كثر عليها الضغط، ولاد من جهه، الخدمه من جهه، نفسها من جهه، علم الله، عائلتها، صحاباتها، راه كل واحد اذا هو واحد البلاصه كيخويها. فملي غادي يخوي هذيك البلاصه ويبان في واحد الهاله، يبان راه غادي يبدا يوصل الحديث ديالو. تقول لواحد صاحبتها، تقول تلاقيت فلان راجلك تبارك الله ويلي بخير وهذا وضحك مأدب، كانوا باركين معاه شي بنات وما كيشوف حتى في وحده. انت واخا جبدت له الطلاق وراه كانت فلانه وفلانه داوي رزين، كتقول لها رزين كيفاش رزين؟ اي رزين كذا 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 كذا، يا غتزيد تاكد لها باغا طلاق، مرحبا لالا، مرحبا، ماشي مشكل. او خوت راه حنا مدوزين 20 عام، او خوت لربما مشات له ان شاء الله ما تمشيش له، مشات له تبت، ما تدهش، ما تفيبري، ما تفرتت، ما تعجن، قال همه العاليه وتبت ورجع لخدمتك. مع المده، مع المده، مع الزمن، شي كيصلحوا الزمن، مع المده راه غادي يبداو الوليدات يقول لها بابا عيد ميلاد، بابا نهار كذا، بابا واحد الكذا، بابا واحد الكذا، ويبقى الانسان في الادب. مبروك عليكم الحفله، مبروك عليك عيد الميلاد، يبقى يصيد هذاك عرق المحبه عاوتاني، يبقى ينبش فيه، يبقى ينبش فيه. راه عنده 20 عام تما وراه عارفه، يبقى ينبش فيه. ها واحد النهار حيت المراه الحره راه حنينه، واحد النهار تنبت، غتفيق الصباح تلقى راسها دوزها شهر نعسه بواحد الفراش، وحده، وهو ها هو موجود، راه هو راجلها يكتب ليها وبخير وعلى خير وصابر. نفسها غتقول ليها يا مالك هو باركين بحال هكا يا بوحدنا هاد الوساده، واخا متروزاش بغينا بها الفراش تبارك الله طويل وعريض، ونبقاو فيه بحال كون نتقلبوا بحال مساطين. يجي من راه كاينه واحد الاغنيه الله يرضي عليك اسامي، راه دارها جليل ديال العابات، واحد العابات مراكشيات، ها نبرع شبابي ها ونجيب عزري، شو لقيتي بلا شي لعيبه، شو عرفتي، سمعتي هاد السيمانه دارها جليل، واحد العاونيه تبارك الله جاب، عرفتي اللب. شوف المرأة المغربية كيفاش كدوي المتعة بشكل مجازي، ولكن راه باين ملي كتقول لك غنبرع شبابي ونجيبو عزري، واش داوي؟ راه داوي على هادشي اللي قلت لكم. شوفها الحرات، ها النقعة.